السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كي دايرين لاباس عليكم غادي نعاود لكم واحد القصه والله ما تنكذب عليكم الا قصه حقيقيه وقعت لواحد السيده هذه دابا تخيلوا معايا واحد السيده زوينه زوينه يعني هذه ماشي مصيفطها لي في الجيمايل اولا شي اولا في البريفي هاد السيده كنعرفها مباشره عرفتي قسما بالله العظيم الا غزاله وشوفوا شنو وقع ليها دابا هاد البنت هادي كانت ساكنه في العروبيه لانه دارهم في العروبيه وهي مسكينه ما قراتش ما قرات قرعت غير شي عام ولا عامين صافي وجلست غير في دارهم عندها واحد خالتها هاد خالتها هادي ساكنه في المدينه وساكنه في واحد المدينه بعيده على ديك العربيه يعني ماشي ساكنه في المدينه ديال ديك العربيه ساكنه في واحد المدينه بعيده وهاد خالتها هادي بغاتها لولدها قالت ليها شوفي قالت لي كانت تقول ليها شوفي غير غادي تبلغي غير غادي تبلغي يعني عرفنا البلوغ ديال البنت راه كيكون من 14 عام ولا 15 عام ولا الا كثرت 16 عام قالت لها غير غادي تبلغي راه غادي نزوجك الولدي وفي هذيك الوقيته يعني في شحال هذا كانوا كيزوجوا البنات في هاد الاعمار الصغار قالت لها غادي غادي نزوجك بولدي لانه ما نلقاش محسن منك خالتها فعلا ملي وصل انه بلغت وكانت خالتها جات في الصيف آه قالت لهم قالت لهم انا بغيت البنت للولد وهم يقولوا لا دابا كيفاش غنديروا الولد ما جاش معاها لانه قلت لكم مدينه بعيده الولد ما جاش معاها آه فكروا مزيان شافوا شنو غيديروا هي هاد البنت هذه والديها مساكن ما في حالهم شو وفشيش ما مهم علينا آه قالوا لي عاد غادي ديري صافي ديها معاك وديري لها العقد في المدينه و, و... اموركم وديك الساعه ملي تبغيو ديرو العرس راه حنا غادي نجيو قالت لهم صافي واخا نديها معايا وهي تدي معاها البنت دات معاها البنت وهذاك الولد حلف الى تزوج بهذيك البنت قال ليها شوفي انا ما بغيتش نتزوج ببنت العروبيه واخا هي بنت خالتي ولكن انا ما بغيتهاش انا كنبغي واحد البنت اخرى هو كان كيبغي واحد البنت وهو كان كيقرا في ديك الساعه كان كيقرا في وهاد البنت هادي كانت بقى صغيره مسكينه المهم الغلط اللي دارته هاد خالتها هذا هو انها ما قالتهاش لدارهم خلاتها معاها في الدار على اساس انها غتقنع هذاك الولد غتقنعو باي طريقه غتقنعو غتقنعو هذاك الولد حلف ليها بالله وقال لها شوفي لديتها والله لا ديتها والله لا خديتها ما فيها ماشي زعما ضحك عليها ولا تفلا عليها وفي الاخر قال ليها انا ما بغيتهاش ما كيشوفش فيها كيبغي ديك البنت اللي معاه في لافاك تيحماق عليها صافي ما تزوش بيها بها وهاد هد هاد السيده هادي هاد هاد الخاله هادي خلات معها هاديك البنت لمده ديال عام يعني كانت تقول غادي نخليه حتى يتهرس ليها الراس والو داك السيد كان مصر داك الولد كان مصر على انه ما غاديش يتزوج ببنت خالته ما غاديش يتزوج بها في الاخير شدات هذيك البنت شدات هدرت لها شهاده طبيه باش تاكد انه راه باقا عزبه وهي ترجعها لدارهم كانت ديك كانت في ذاك العام كانت كتفصل ليها تكيشيطات قفيطينات بيجامات شريت لها شي حاجه ديال الذهب شدت هذاك الشيء كله وهي تعطي هي تديه عطاتو ليها وبداتها لدارهم وتقول لهم اسمحوا لي بزاف راه البروجي ديال ولدي ما بغاش راه باغي ليا واحد البنت وراها كاين وراها ها نتوما ها الشهاده الطبيه ديال انه بنتكم راه باقيه بنت والله ما مقاسها القاسه ما, ما والو تخيلوا معايا هاد الديكور هذا المهم علينا اه علينا وهاد الناس هادو خلاو البنت عندو خلاو البنت بقات عام تما ما فهمتش انا هاد العائله كي دايرين ما دابا انا ما كنبغيش نهضر فيهم بزاف لانه هي تقدر تشوف هذا الفيديو تقلق لان انت تهضر لها على والدها هكا واخا هي كد... هي كتهضر بواحد الحرقه غير هي والديها ما تهضرش عليهم بزاف اما راه الهضره في والديها راه والديها اللي فيهم الديفو المهم علينا علينا أه منين رجعات الناس ديال العروبيه كيف ما كنعرفوا الناس ديال العروبيه واحد الناس في شكل اش ما تيامنوش بشي حاجه سميتها شهاده طبيه بقات كتقول قالوا راه رجعات رجعات وراه ورا ما تزوجش بها وراه ما قاصهاش راه ما ضحكش عليها ولا قاسها وخلاها ولا خسرها وخلاها راه راه بقى بقى بنت وهاش راه وكيوريو الناس ها شهاده العذريه ديال هذاك الشيء والناس ما تيقوش هذا الشيء هذا ما تيقوش الناس ديال العربيه ما قاريش ما كتدخلش تما الهضره الراس والناس ديال المدينه ما تدخلش تما الهضره الراس عاد الناس العربيه قالت لك البنت قالت لك صافي وليت انايا في داك الدوار شوها كلشي كيضحك عليا بحال زعما راه انايا راه هذاك راه يضحك عليا وخلاني صافي بقات في دارهم يعني بحال هي راه ولات عار عليهم مع انها مسكينه هي ما دارت انا ما درت لا بيدي ولا برجلي وقالت لك انا هذاك ولد خالتي كان كيعجبني ما كنت كون مزوج بيه ولكن ما جا عندي قال لي جوج اختي سمحي لي انا بزاف ما تقلقيش مني ولكن انا راه كنبغي واحد البنت معايا في لافاك صافي أه من بعد فعلا هو هذاك الولد فعلا تزوج بهاديك البنت اللي معاه في لافاك تزوج بها والاخرى بقات في هذيك العروبيه مسكينه مقموعه قالت لك دابا انا اللي زاد ازمني كثر هو العائله ديال با في دك العربيه كيجيو عندنا و تيقولوا لينا راه الناس كلهم كيضحكوا عليكم قالت لك دارنا ولا با غير شاد راسو لك ما بقاش فيه الحل على راسي كتر ما بقى فيه الحل على دارنا اللي تتفقسو كتر مسكينه منين منين وقع لها بحال هكا جا خطبها واحد السيد قالت لك نهار جا خطبني قالت لك واحد البيت مهرس فيه واحد الشق كنطل كيبانو له ثلاثه رجال داخلين كيبان لها فيهم واحد باقي صغير قالت بقى قالت بعد الحمد لله راه كيبان زوين في الاخير لقات انه هذاك الراجل الشيباني هو اللي بغى يتزوج بها بقات كتبكي 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 بغات حماق وهذا الراجل هذا مطلق وعنده وليدات عنده شي ولد وبنت مطلق مطلق قالت لهم ما نزوجش بيه قال لها شوفي ما عندك ما ديري انت مشوها مشوها في هذه هاد العربيه هذه والناس كلهم كيهضروا علينا من الاحسن غادي تزوجي باش تستري ما عندنا ما نديروا ليك صافي في الاخر استسلمات وتزوجت به قالت لك تزوجت براجل كبر من با شيباني المصيبه الكحله ماشي هي هذه المصيبه والكارثه الكبرى هو انه فاش تزوج بها لقاتهم تقف ما كيدير حتى شي حاجه قال لها شوفي انا راني كنت بخير وعلى خير وتزوجت دابا بيك غير باش تحل لي التقاف ديالي لانه انا راه عندي بنت وولد هذيك الكلبه اللي كنت مطلقها تقفاتني باش عمرني باش عمرني ما باقي ندير حتى شي حاجه لا مع ولا مع غيرها أه بقى معها بقات معاه لمده عام قالت لك عام على قدو كيبغي يحاول كيحاول كي والو والو السيد مسكين بحال المراه ما تيدير حتى شي حاجه صافي بقى معاها عام في الاخر شوفي قال لها دابا انت جالسه عندي في الدار غير كنصرف عليك أه جالسه معايا بحال اختي ما نفعتيني بوالو ما دخلتيش عليا بالخير ما, ما ما تحيد ليش غادي نطلقك ومسكين هو طلقها هو اللي طلقها طلقها ورجعت لدارهم باقيا تخيلوا باقيا بنت قالت لك اقسم لكم بالله العظيم الا باقيا انا بنت وقالت لك منين قلتها لي سواء في خالاتها اللي في العربية ولا عماتها ولا الناس اللي في العروبيه داكشي كتقول لهم حق الله العظيم راه راه مثقف وانا راه باقا بنت راه باقا بنت كيقولها سير واش انت ضربتي ضربتي في في المدينه تاعيتي مع ولد خالتك وتزوجتي بهذا تقول انا باقا بنت ما تيقواش قالت لك انا اقسم لك بالله العظيم لا باقا بنت قالوا لك تقولي بحال هكاك غير باش تعاودي تزوجي صافي مسكينه قالت لك صافي تصدمات بقات في هذيك العربية بقات معهم حتى جا تزوج بها واحد السيد من المدينة وللأسف الشديد هذا السيد هذا مهم معاق وخاك هي ما بغاتوش قالت تقول يعني ما بغاتش الا هذه قالت لهم انايا نبقى في الدار نشقى لكم نمشي نخرج نسرح البايم نخرج ندير اي حاجه الا انني نتزوج بهذا قالوا لها شوفي غادي تزوجي بيه غادي تزوجي بنتي قال لها ما عندك ما تبقاي ديري هنايا وحنايا ناس ناس دراوش أدواري والداتي هضروا معاه حنا ناس دراوش ما عندناش ما فحالناش ما دايرينش ما فعلش ما تركش غادي تزوجي كثيره غادي تزوجي, تزوجي, تزوجي. قالت لك ما تقبلتش في دماغي نهائيا أني انني غناخذ داك السيد قالت لك دابا ليل يعني ما هي في ديك العربيه قالت لك بنات خايبين ويتزوجوا هذا ماشي مشكل الا شي وحده اللي تكون مطلقه عندهم شي حاجه عيب وعار انهم انها تزوج كيديها شي واحد لي هاده هاده لي في اللي شايط بحال هذا اللي خداها في الاول اللي مثقف وقالت لك هذا المثقف هذا تزوج جوجات من وراها وطلقهم يعني يعني هذاك كان كيبغي يتزوج وطلقها باش يجرب المهم في الاخير تزوج بهذا السيد هذا تزوج بيه في المدينه اللي انا كنسكن فيها وهي عودت لي هاد القصة هادي قلت لك هاد السيد فاش تزوجت بيه يعني دابا هي مزوجة بيه حاليا وباقي معه قلت لك كان عاني معاه الأمرين هاد السيد هذا أه ولدات معاه كل شيء ولكن قلت لك المعاناة لدرجة دابا هاد القصة كلها عودتها على قبل هاد القضية هادي اللي غنقول لكم دابا دابا تخيلوا معايا هاد السيدة مسكينة كتشرب الدواء ديال الاعصاب لحد يومنا هذا كتشرب الدواء ديال الاعصاب واحد الدواء خايب كاع بزاف قالت لك مرض أمر... جميع الامراض النفسيه ولاو عندي امراض نفسيه اما امراض وزوينه عرفتي نار الا كون شفتوها راه تقولوا راه ما يمكنش تكون هذا الزين كله يوقع ليه بحال هكا وعباد الله راه زوينه بزاف تبارك الله واحد النور نازل على وجهها وليداتها كيحمقوا قلت لها شوفي انت يا انت يا هاد بل... الوليدات ديالك احسن لك من الدنيا وما فيها قالت